بالمناسبة النهاردة لجنة الحكام بقيادة البرتغالي بيريرا أعلنت تعيين طاقم تحكيم أسباني لمباراة القمة ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك بقيادة أليخاندرو مونيز رويز، ويعاون مونيز الحكمان المساعدان دييجو سانشيز وروخو فابيان بلانكو. وفرانشيسكو خوسيه برضو حكم رابع، وسانتياغو خايمي حكم فار، ثم حكم الفار المساعد ميجيل أنخيل أورتيز أرياس. ده طاقم التحكيم لمباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك. هذه المباراة اللي الكل بينتظرها دائما، ما تكون مثل هذه المباريات كلنا بنستنى مثل هذه سواء كنت لعيب او مشجع او اعلامي، بتستنى هتعمل ايه، التقرير اللي هتتعمل، المقابلات اللي هتعملها، حاجات جميله جدا جدا. تظل دايما مباريات الاهلي والزمالك مباريات في غايه القوه، وستظل هي ديربي القرن او ديربي افريقيا الحقيقه، وديربي العالم العربي، وافضل ديربي في العالم العربي الاهلي والزمالك. عموما نروح نشوف تقرير عن النادي الاهلي الذي يبدا تحضيراته لمباراة القمة أمام نادي الزمالك.